وين ما كنتم مشاهدينا بحييكم دايما مع الحل عنا مع بداية الأسبوع يلي بتمنى يحمل معه كل أمل كل حلول لقضايا كتيرة وشكاوى كتيرة بد ما تقل عم تكتر للأسف، وهذا الشيء بدل قدي الناس اليوم بوادي والمسؤولين بوادي. ولكن بقدر لكم شغلة واحدة، نحن موجودين دايما حتى نتلقى اتصالاتكم نوصل المعنيين ونلاقي نحن وياهم الحلول. منبلش مع المعلومة. موضوع تخفيض أسعار الأدوية إلى 70% وتصحيح جعالة الصيادلة يمكن بلش من سنتين، ولكن اليوم مع دولة الرئيس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حسباني مستمر بحيث صدر عن مكتبه الإعلامي أنه تم تخفيض الأسعار بعدد كبير من الأدوية بنسبة تصل إلى 70% بمعدل 29.6% بعد تطبيق معادلة التسعير السنوية نسبة للمعايير المتبعة بالتسعير. هالأدوية بيبلغ عددها طبعا حوالي 913 دواء، تم إعادة النظر ب 50% لتاريخه، والباقي أكيد رح خلال الأيام القليلة المقبلة رح نلاحظ هالانخفاض بأسعاره. كمان تم تصحيح الخلل بجعالة الصيادلة وحصة المستوردين، كان يؤدي سابقا إلى انقطاع بعض الأدوية بسبب تدني كبير بأسعارها وإلى وضع مادة حرج بقطاع الصيدلة اللي بيقدم خدمة إرشادية للمواطنين بتكمل دور الطبيب. فهالقرار صدر بالجريدة الرسمية بعد الاستحصال على موافقات الوزارات المعنية كالصناعة الاقتصاد المال ومجلس شورى الدولة ونقابات الصيادلة والمستوردين ومصانع الأدوية. وبالتوازي بيتم العمل مع نقابة الصيادلة على سلة إصلاحات بالقطاع من شأن تعزيز دور الصيدلة بمراقبة سلامة استهلاك الدواء عبر متابعة الأدوية من خلال باركود وتطبيق الوصفة الموحدة والتفتيش بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. هالخطوات رح تؤدي لخفض كبير بأسعار سلة واسعة من الأدوية وحماية بتوفر لكل الأصناف بالأسواق ودعم القطاع الصيدلي ما فيه من أثر صحي واقتصادي على البلد، وكذلك حماية المواطنين من مضار الأدوية أو احتمال انقطاع بعض الأصناف بسبب تدني كبير في سعره. متابعة. بمتابعتنا لليوم معي مباشرة على الخط مدير عام تعاونية موظفي الدولة دكتور يحيى خميس، يلي من 21 آب 2017 وقت اللي بدأت الدولة تدفع سلسلة الرتب والرواتب، ولكن موظفي تعاونية موظفي الدولة نطروا ولكن ما طبق عليهم السلسلة كما طبقت أسوة بالجامعة اللبنانية وبعض مؤسسات العامة يلي ما بتخضع لقانون العمل. ولليوم طبعا صار في تحرك، ما بعرف قد ايه انعكاسه اليوم على معاملات الموظفين، لانه كلنا بنعرف قديش كانت التعاونيه يعني يحصد على انتظامها مع كل المنتسبين لها من ناحيه الاستشفاء الطبابي وكل الخدمات يلي بتاديها. دكتور يعطيك العافيه، وانا بقدر طبعا بفهم موقف الموظفين لانه ما عملوا كما عملوا غيرهم بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. أهلا ست البيت. ليه ما طبقت السلسلة كما طبقت على زملائهم؟ مثل ما تفضلت، يعني من 21 آب 2017 الإدارات العامة طلع القانون 46 ليعطيها السلسلة الجديدة بما فيها الدرجات الثلاثة. التعاونية هي تشبه بشكل كامل الجامعة اللبنانية وتشبه الإدارات العامة، فكان من المفترض أنه أن يلحظ القانون إذا بده يكون العمل سليم أنه يلحظ القانون التعاونية مثل ما لاحظ الجامعة اللبنانية، وبالتالي ما كان صار أي إشكال. ولكن بالرغم من هيك طولوا بالهم الموظفين 6 أشهر ناطرين تيطلع مرسوم خاص بموظفي التعاونيه ينصفهم ويعطيهم السلسله الجديده والدرجات الثلاثه. للاسف حتى الان لم يصدر هذا المرسوم. طبعا المعامله المتعلقه فينا يعني المرسوم اخذ مجراه طبيعي
بالهيئات المعنية والمختصة بالتصديق عليه ولتحوله إلى مجلس الوزراء، ولكن يعني ناطرين حتى يتحول. صار في مماطلة طويلة وصار في ظلم وحرمان لثلاث درجات يعني عمليا حسب ما شايفين. هلق يعني الموظفين بضغط كبير مني يعني ما نفذوا هذا الإضراب من كذا شهر، إلى أن يعني وصلت المعلومة إنه الدرجات ما راح ينعطوا، فعملوا إضراب له شي 10 أيام. بالبداية كان إضراب شامل وعلى كل شيء، يعني بعدين تفهموا الموظفين اللي هن كلهم إنسانيين وكلهم بيعرفوا طبيعة العمل الإنساني للتعاونية أنه لا يجوز وقف الأدوية، أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية والطبابة أو الاستشفاء الطارئ إلى آخره. فصار في تسيير لهذه المعاملات وبقي الإضراب مستمر على المساعدات المرضية والحالات الباردة اللي ما بدها طوارئ. هلا كلنا أمل يعني إنه يكون في إسراع في إقرار المرسوم وإعطاء التعاونية حقها وموظفي التعاونية حقوقهم، لأنه بصراحة ستريبيكا اللي عم بيصير إنه المؤسسات والموظفين اللي بيشتغلوا منيح، وأنت بتعرف يعني من خير العارفين إنه من هيك أنا يعني صدمت إلى حد ما، قلت أنا لأنه يعني إذا بدي أعمل ما بدي أعمل فرق بينه وبين الضمان، ولكن بدي أقول إنه تعطوا موظفين منتظمة يعني بمعاملات الناس اللي بيفقدولا ببعض المؤسسات الثانية الضامنة للأسف، إنه يوصل لهذا المجال اليوم إنه قصرا يتوقفوا لأنه هيدا حق من حقوقهم على كل حال للموظفين. أنا اللي بتمنيه دكتور يعني هذا المرسوم التصحيحي إذا بدنا نسميه، هل سيأتي أم لا؟ يعني مزبوط هلق سيأتي، لابد إنه سيأتي، بس هلق المهم الإسراع. نعم، والمهم تضمينه 3 درجات إذا في إمكانية يتضمن 3 درجات يعني. نعم. اثنين، المؤسف إنه لما يشوف الموظف إنه عم يتم التعامل بهذه الطريقة، يمكن كل الاندفاع والحماس واللي بيكون عنده بيصير في نوع من الإحباط يأس عنده. يعني مش هيك بنشجع الموظف حتى يقوم بخدمته الوظيفية بالنتيجة. بالضبط، هو عم يعمل واجبه بالنهاية. هو عم يعمل واجبه ولكن حقه بده ياخده، يعني ليه بده يتميز، يعني ليه بده يميز بالحق؟ إذا هيدا حقه ليه بدهم ما يعطوه إياه؟ هيدا السؤال كمان. خاصة ستريبيكا إنه الموظفين عم يطبقوا القانون. نعم. من حيث الدوام. نعم. من حيث ساعات العمل الإضافي، يعني عمليا رواتبهم نزلت. يعني صاروا عم بيقولوا يا ريت السلسلة ما طالتنا وبعدنا عم نشتغل مثل ما كنا على السلسلة القديمة وعلى الدوامات القديمة، كان أريح لنا وأنسب لنا. لأنه بمقارنة مع أجيره أو مع غير مؤسسات بنلاقي أنه هن أو يعني رواتبهم منخفضة أكثر بتصور. نعم، هن بياخذوا رواتب مثل الإدارات 100%، ما في أي فرق ولا في أي علاوات ولا أي شغلات إضافية ولا لجان ولا شهر 13 ولا أي شيء آخر بياخذوه. يعني هلأ فينا نقول هذا الإضراب مستمر، مستثنى منه فقط الأمراض المستعصية إلى حين ما هذا المرسوم يسلق طريقه إلى مجلس الوزراء وتنبت وبترجع الأمور إلى نصابه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، أتمنى ما يطول الموضوع. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا، وبشكرك لك. أهلا، شكرا دكتور يحيى خميس للتوضيح. نحن كلنا بنتأسف لأنه كل المعاملات مهمة للناس، ليس فقط قضية الأدوية المستعصية، ولكن يمكن هيدي أولوية لأنه كلنا بنعرف قديه هذا المريض بحاجة للدواء وقديه الغداء الدواء مكلف، وقديه التعاونية اليوم تجهد إلى زيادة خدمات زيادة تقديمات كانت لكل منتسبينا، خصوصا ما يخص الاستشفاء والطبابة والأدوية وطب الأسنان، وحتى مريت حالات حرجة إذا طلبت للخارج كمان ما عم بتوفرها كانت التعاونية لمنتسبينا. أكيد اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. باخد أول اتصال لليوم. ألو ألو ألو، بونجور بونجور، تفضل. مدام ربيكا، كنت أحكيت معك من شي 15 يوم. نعم. بخصوص محاضر الطائر تبع
عم تجينا محاضر، جينا أول محضر حكيناك بخصوصه، جينا الثاني من 2016 و2017 وعم يجي ما عم ببلغونا فيه، وعم يجي مبلغ حرزين 250 و 450 ألف. هيدي المشكلة لما ما بتوصل على وقتها، كيف بده يعرف المواطن وعليه شيء لازم يدفعه إذا متبلغ بالوقت المحدد وبوقتها؟ يعني هيدي مشكلة بعد ما تعالجت للأسف، وعم يدفع ثمنها المواطن يلي بيكون أولاً مش مبلغ. لو مبلغ كان بادر، لو عارف ما كان قصر، ولكن انه يحملوه مسؤوليه مش مسؤوليته. يعني كمان انا معك 200% للاسف اليوم ما في حل الا بدك تدفع، يعني بالدفع. هلا بصير في كتب استرحام عند القضاة، يعني هيدي اكثر شغله اليوم عم بتصير، انه بكتب استرحام عم ينظروا للقضاة، والا لحين ما ترجع تنتظم الامور. كنت طرحت انه يا ريت بيلغوهم ونبلش مع قانون السير الجديد مع انتظامه، مع ولكن للأسف بالدولة، مال الدولة بده يروح للدولة ولا بده 20 سنة. يعني المواطن بده يدفع انه ياخذ الخدمة ما عليه، بس الدفع بده يدفع. للأسف ما في جاوبك اكثر من اللي عم اقول لك اياه الى حين ما تنتظم الامور. كمان اتصال. اهلا مدام. بونجور. بونجور مدام، بك حبيبي الان صار شهرين عم بتصل عم على الخط احكيك. شو عندك؟ انا اخذ تاكسي وطلع سيادية، حولني السفير تحت بعد كتير بعيد اذا اوصل مطرح ما واصلة. يا عيني بصيت لها فوق، لا مش رح اوصلها. قلت له معنا اغسل لك، قلت له ايه ليش عم بتحولني هون؟ طلعني لفوق وبعطيك زيادة. حولني. عم تتشكي على شو؟ على شوفير تاكسي سيرفيس؟ نعم. على عمومي يعني شوفير عمومي؟ ايه عمومي. ايه وقف لي بعيد كتير يعني، قلت له وصلني لفوق، قال لي وصلني وخذ زيادة. نزلت من السيارة أنا وبدي تنزل البنت معي، سمعت الكيس من إيدها، حتى غراض حتى مفتيح حتى صور وللحكيم أشطني إياهم وصفع على عائلتنا وحمل حروف ألف. يعني هلا نسيت أغراضك معه؟ أشطني إياهم، شو أنت معه؟ أشطنا إياهم هو أشطك إياهم؟ إيه نعم. لحظة، أي متى أخذتي هذه القصة من شهرين وقلبي على وحدة مع حدا، ما حدا كان يقدر يساعدني. وين مدام؟ بأي عن أي بأي منطقة؟ من أي منطقة؟ على الفياضية فوق. على الفياضية؟ حربية نعم. لكن التاكسي عليك علي يا أرما معروف اسمه، معروف تليفون. نمرة حمرا حبيبتي قلبي، بس ما انتبهتش أنا تاخذ الرقم أو شيء. رقم حمرا لا. دماج يعني من شهرين، يعني ما بعرف هلا اني قديش ادمي هالتاكسي. اول شيء منه ادمي قشط كامل، ثاني شيء انه لو كان تاكسي مزبوط في مرجعيه لإله في النقابه كان بيحترم هيدا اكيد. هيدا ما يعرف على النمره حمراء، واذا كانت نمره حمراء اليوم في كثير ناس عم تعطي نمره الحمراء لسائقين اجانب وما فرقاني معهم الدنيا، ما حدا في من يحسبهم. مدام متاسفه يعني هلا اذا بيرجع لضميره هيدا الزلمه الا ما يلاقي له بين اغراضك شرام تليفون لك يحكيكي. غير هيك انا هون بناشد اول شيء النقابات والدوله انه يا عمي هالسيارات التاكسي شفنا شو صار بأوبر، اذا ما كان السائق هو السائق تبعها وهو يعني اللي عم بيسوق اليوم عم بكلف سائق اجنبي يسوق وبياخذ منه مصاري اخر الشهر، وهذا شيء مخالف للقانون، والا عم بيكون المواطن هو الضحيه بكل شيء عم بيصير، من سرقته، من الاعتداء عليه، من مية امور عم بتصير. فاصل ومنتابع. منتابع الحلقه عنا عبر الام تي في وباخذ اتصال جديد. الو. الو. اهلا مسيو. ايه بونسوار. بونجور. بدي اسالك هذه اللمبات الاناره على الطريق. ايه. اللي بيفوت فيها ما بيكون مصور سيارته؟ هو هيك الاصول. انه لا ما بيسووهم، ضلوا نايمين للطريق الحروف، انه مش مصبوره شركه سيجارتات تساوي المحل اللي بتفوت فيها. هو وين انت عملت الاكسيدون؟ فت فيه؟ فت بالعمود؟ انت فت بالعمود الكهرباء؟ عمود الاناره اللي على الاوتوستراد. وين اي اوتوستراد؟ على الاوتوستراد بيروت طرابلس.
ايه شوفي اغلبيه الاعمده نايمه على الطريق، انه مش مجبور يشتري السوبرتات سوية اللي بتفوت فيها السياره. لكن حكى فيها مره انه لما الواحد انه ليش مش شركه الاسيرانس، انحكى فيها مره وما عاد حدا شدد عليها، مثل الواحد انه لانه للدوله ما بنتشكى او يي ومين او بنستقرب الوقت انه تاع وروح وروتين اداري وما بعرف شو، ولا فكره نحكي فيها هيدا لما بيصير حادث على عمود كهرباء او شيء هون، فكره نفكر انه كيف واحد لازم يتعامل، اذا لازم شركه الاسيرانس هي تغطيها ولا لا، بنسال عنها اكيد ومجاوبكم اكيد. بدي اقول انه اليوم عطفا على طبعا تخفيض حوالي 70 رح يصيروا 90-70% من اسعار ادويه بالطاط حوالي يعني 90 دواء واكثر. اليوم صار في اجتماع بين وزير الصحه وبين نقابه الصيادله وتم الاتفاق على من هلا لاسبوعين يتوقع بروتوكول بين النقابه وبين الوزاره بموضوع التفتيش وبموضوع كمان الجعاله يلي تم الاتفاق عليها، وكمان هيك تشديد انه على الباركود والوصفه الطبيه وتوحيد الوصفه، لانه هيدي كلها بتحمي المواطن اللبناني من ادويه لا سمح الله مزوره، ولما بتتخفض هذه الادويه اكيد بتتيح للمواطنين اكثر انهم ما يهملوا طبابتهم واستشفائهم ويكون الدواء اقله بمتناول اكيد يقدروا يشتروا. باخذ اتصال اخر. الو اهلا. الو اهلا. اي مرحبا. مرحبا. عم بتصل من قصه الزوده المدرسيه. نعم. هلا انا عم تسجليني بعدين بيطلع على التلفزيون. لا انت مباشر على الهواء هلا تفضلي، ما في تسجيل، انت مباشر. اوكي. عم قد ايه واصل الزوده؟ عم بحكي من شان الزوده المدرسيه على الاقساط. نعم. وصلت يعني الزوده بقيمه 550 الف ليره. نعم. مع العلم انه هيدي المدرسه بال 2015 يعني كانت الاقساط بتبلغ حوالي 5 ملايين. نعم. واليوم صارت زايده لغايه 7 ملايين و 590 الف. نعم. يعني عم تتخطى قيمة الزودة 50%. نعم. هذا الموضوع انه الاهالي دايما عم تقدم شكاوي، من 3 سنين كمان تقدمت شكاوي. عندكم انتم لجنة اهل؟ كثير. عندكم لجنة اهل المدرسة؟ ايه نحن مشكلتنا مع لجنة الاهل لان مطيت على الزودة بين 3 سنين واليوم كمان رجعت تمضي. يعني فيك تقولي تقريبا حابين نقدم طعن بلجنة الأهل الحالية، وعم نسعى كأهالي نمضي على عريضة. نعم. بس كيف بدي قلك، يعني الأهالي بدها دعم كمان خارجي بالنسبة لوزارة التربية، ما عم تدعم الأهل، يعني بتوصل الأشياء عند وزارة التربية وبتتوقف اصلا. هلا الموازنه المدارس هلا بتروح على الوزاره، يعني عرفتي يعني بتبلش هلا تروح على الوزاره، وعلى ضوء هذه الموازنات بتطلع عليها الوزاره، واكيد لما بتكون لجنه الاهل ماضي يمكن هيدا الشيء. هلا طعن بلجنه الاهل انه عملت غير ما انتم راضين كلجان كاهالي، فيكم تقدموا طعن، بس مبدئيا لما بتمضي لجنه الاهل تجاه الوزاره يعني ماضي لجان الاهل، عرفتي يعني. وهيدا مشكلة مش بس بمدرستك، مش عارفة أي مدرسة عم تحكي لي عنها أنت، هيدي مشكلة بكل المدارس اليوم الخاصة، وبالتالي بعد ما انحلت مشكلة السلسلة وانعكاسها على المعلمين وعلى الأقساط المدرسية وعلى دعم الأهل، يعني قالوا المدارس نحن بندفع السلسلة ولكن 6 درجات خليها الدولة تدفعها، وصلنا لهون. أكثر من هيك هلأ ترجمتها كيف؟ ما بعرف كيف بدها تكون ترجمتها. كل مدرسة عندها مطبخها، عندها لجنة أهل تبعها، عندها إدارتها، وهون عليكم ترجعوا تشوفوا لجان الأهل وتسووا الوضع معهم، أو تشوفوا بشو مبرر هال 550 ألف. اتصال آخر. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. أنا كنت من 20 يوم سألتك عن الرسوم الميكانيك. نعم. أنا عندي 4 سيارات بتفعلوا ميكانيك بكانون الأول. نعم. إلي 10 سنين، تفاجأت هلأ أنه رجعونا 6 أشهر لورا، يعني بدي أدفعهم بتموز، يعني عم بدفع بالسنة مرتين.
كنت سألتك قلتي لي بسأل عن الموضوع ببقى بجاوبك على الهواء. صراحة ما عندي جواب لأنه أنا تأخرت لجيب الجواب، مش حق عليك، حق علي أنا تأخرت. معلش ما تسلمي لي، أنا عندي سيارات أربعة كل سنة بدفعهم بكنون الأول. أوكي هلا خليني أسأل، إنه معقولة واحد إذا دفعتهم بكنون الأول ترجع تدفعهم بتموز؟ بتموز نعم بتموز. عرفت كيف؟ إنه إذا دفعتهم كنون الأول 2017 عم تدفعهم بتموز 2018. صحيح. خليني أسأل يعني. عنها وبجاوبك أوكي؟ أنا اللي عرفته إنه جداول السنة مع تغيير اللوحة ومع يعني من هيك غيروا الجداول شوي. هلأ ما بعرف إذا حسبوا هذا الموضوع ولا لا، أكيد بوعدك إنه بكرة بعطيك الجواب إذا الله راد. كمان اتصال؟ ألو؟ ألو؟ يعني هيدا الموضوع، موضوع الدفع بالفعل حتى يعني منا إلزامية اليوم إنك تغير هلأ بسرعة الرقم، فيك تغيره مع الوقت الميكانيك، يعني منه إرجام للواحد بيقول، يعني المعاينة بتنعمل ودفع الميكانيك تبع السنة ومعه فيكم تعملوا كمان اللوحة. بس في كتير ناس حبوا يغيروا اللوحة قبل، هيدا الشيء أكيد بيرجع لإلهم. كمان اتصال. ألو ألو بونجور. أهلا. ألو بونجور. بونجور. بليز معي مدام ريبيكا. نعم. بليز بدي اقول لك انا من شي شهر اكثر شيء من نوال سجلت، يعني سجلت سكو بعد ما الهيئه صار شيء شارع الموتور بالفنار. ايه؟ طلبنا بالبلديه انه تنظف لنا الحي، شجر كثير قدم كبروا عم بهروا على سياراتنا والحي مليان يعني من الشجر وهيك، بدنا نقص الشجر بدنا عنايه. رح نحكي رئيس البلدية لأنه تشحيل الشجر بيصير بفترة من الوقت، يمكن هلأ وقت التشحيل عرفتي. نعم. رح احكي رئيس البلدية بحي المطر ما هيك؟ سرع المطر. أوكي. قدمنا شكوى للبلدية حتى ما ممضي من كل الحي وبعد لهلأ ما حدا رد علينا، قالوا لنا بالوقت أنه عم بزبطوا للميلاد وعم بزبطوا إشياء الجوار. خليني أشوف. قال ما في وقت. رح شوف مع رئيس البلدية ومنجاوبك. أوكي. تكرم عينك. بدي أذكر اللي بيوحد أدار بتنتهي مهلتين، يعني مهلة أول شيء الاستفادة من تخفيض 90% على الرسوم إن كانت بلدية ولا ميكانيك ولا غيرها، وكمان القوائم الانتخابية بينتهي الاطلاع عليها، يعني اليوم يلي بعد ما اطلع على القوائم الانتخابية يبادر ليعرف إذا اسمه نازل لكل شيء صح، وإلا يعني إذا قطعت هذه المهلة ما بعود في تصحيح للأسف، ما في مارس حقه بالانتخاب، يعني بادروا واطلعوا على القوائم الانتخابية لأنه بوحد أدار بتنتهي بتصور المهلة، من هيك مفروض يعني تستفيدوا من الوقت المتبقي ولو قليل. قبل ما أنتقل لصورة اليوم بدي ألفت إلى بعض الاتصالات اللي كانت واردة ومعطينا حلول لها بسرعة، مش معناتها غافلين عنها ولا ناسينا، لا بفعل السفر، وبتمنى هلأ رجعنا عودنا يوميا الاتصالات معكم وأكيد مع الحلول بتجي تلقائيا بنعطيها ببرامجنا. وبدي ألفت أنه بكرة رح يكون ضيفنا رئيس مجلس إدارة مدير عام مصرف الإسكان الأستاذ جوزيف سيسين حتى يشرح لنا هذا القرار يلي صدر مؤخرا ويلي أثر على القروض السكنية من ناحية الفايدة ومن ناحية سنين الاستفادة. صورة اليوم بنشوفها سوا. طبعا نهر البردوني اللي ب 24 شباط تلون باللون الاحمر وبعد ما طبعا بلديه زحله المعلقه علت الصوت، وزاره البيئه بعثت الاستاذ جورج عقل من قبلة المدعي العام الاستئنافي كمان تحرك اليوم بانتظار التقرير ومعرفه من الفاعل وعقابه ايضا، لانه كلنا بنعرف قد نهر البردوني بشكل من قيمه سياحيه وزراعيه بالمنطقه. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.